أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن سفارة جمهورية العراق في سوريا. ضيفي هذا اليوم سعادة السفير الدكتور علاء الجوادي. أهلا وسهلا بك سعادة السفير. أهلا وسهلا بكم سعادة السفير. بداية، ماذا يعني لكم أن يتم اختياركم أول سفير عراقي في سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 20 سنة بين العراق وسوريا؟ حقيقة اختياري في هذا الموقع ممثلا لجمهورية العراق يحتوي على حالتين أو يحتوي على إحساسين. الإحساس الأول هو التقدير العالي الذي منحتني إياه دولتي وحكومتي، والشيء الثاني هو صعوبة المسؤولية التي حملتني إياها. فأنا أشكرهم على حسن ثقتهم العالية بي من جهة، وأسأل الله أن يعينني على إداء مهام عملي بمعونة الحكومة العراقية وكادر السفارة والجالية العراقية في هذا البلد. دكتور، خلينا ندخل إلى صلب مشاكل العراقيين هنا في سوريا. السفارة العراقية وكلت محامي لمتابعة شؤون الموقوفين داخل السجون السورية من العراقيين. هل يمكن لمحامي واحد أن يتابع هذا العدد الكبير من السجناء العراقيين داخل سوريا؟ بالحقيقة محامي بعنوان المهنة، يعني ولا تقصدون الجنس ذكر أو أنثى. أكيد محامي. إحنا عيننا محامية كفوءة جدا في عملها لمتابعة قضية المسجونين العراقيين أو المعتقلين العراقيين في سوريا. لحد الآن نشعر أن إداء هذه المحامية جيد جدا، ونشعر كذلك أنها تتابع الملفات الموكلة إليها بشكل جيد، علما أن هناك كادر وظيفي متخصص في هذا الموضوع يعين هذه المحامية. فإذا أردنا أن نضع المسألة بشكلها الدقيق نقول أن هناك لجنة اجتماعية في السفارة ترأسها سيدة بدرجة سكرتير ثاني، درجة عالية في سلم الدبلوماسي، ويعينوها موظفين آخرين، والمحامية هي تتحرك في الجانب القانوني من هذه العملية. لماذا محامية وحدة؟ يعني ليش لا عدة محامية؟ أنا أقول أنه لا تنسين الإمكانيات والملاكات الوظيفية. إحنا بالنتيجة دائرة من دوائر الدولة ومرتبطين بملاك معين، هذا هو المسموح لنا. نعم. ونتمنى أن تتسع إمكانياتنا بمقدار تطور العمل أو الحاجة الفعلية إلى العمل. لحد الآن يعني واحد أحسن من لا شيء، وقد يكون اثنين أحسن من واحد. الآن احنا بهالحدود الموجودة عندنا من نضع الإمكانيات اللي نمتلكها من جهة، ونضع الحاجة الفعلية بالساحة من جهة أخرى، نعتقد أن هذه المحامية تقوم بالشيء الكثير لخدمة الجالية. إذن دكتور، هل هناك لجنة داخل مبنى السفارة العراقية تعمل على متابعة أوضاع العراقيين أو إحصاء عدد العراقيين، إن كانوا من فئة التجار أو من فئة السياح أو من فئة المهجرين العراقيين اللي محتاجين دعم من السفارة والحكومة العراقية؟ إحصاء العراقيين في سوريا ليست عملية سهلة كالتي تصور بها، يعني هي ليست من مقدور السفارة أن تقوم بذلك، لأن عمليات الإحصاء تحتاج إلى كادر فني متخصص. لا تمتلك السفارة العراقية هذه الإمكانيات، ولكن نحن عندنا مؤشرات. نحن عندنا مؤشرات، خطوط الجوية العراقية على سبيل المثال تعطينا بشكل متواصل أعداد العراقيين القادمين إلى سوريا وأعداد العراقيين الراجعين، الميزان لصالح أعداد العراقيين الراجعين مثلا، هذا مؤشر من المؤشرات. مؤشر آخر أنه مشروع العودة الطوعية إلى العراق بمساعدة الحكومة العراقية وبمساعدة الأمم المتحدة أشار إلى أرقام جيدة واعدة،
مثلا ذهاب أو حصول بعض العراقيين على حق الإقامة في بلد ثالث، هذا هم فتخط مستمر. كما تشهد محطاتنا يعني الحدودية البرية دخول آلاف العراقيين، تشهد رجوع آلاف العراقيين. توجد عندنا